أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمن.
الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد لك ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق، لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق. لك الحمد، لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء، لك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، لك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، لك الحمد أنت الباطن ليس دونك شيء، لك الحمد أنت العظيم الحليم. لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، لك الحمد ملء السماوات والأرض وما شئت من شيء بعد، أنت الرب وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد أن هديتنا للإسلام
لك الحمد أن وفقتنا للإيمان، لك الحمد على كل النعم، لك الحمد على القرآن، لك الحمد على الصيام والقيام، لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، نسألك بختمنا لكتابك، نسألك بختمنا لكتابك، اللهم إنا نسألك بختمك بختمنا لكتابك أن تجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لا علينا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شفيعا لنا بين، اللهم اجعله شفيعا لنا عند الوقوف بين يديك، اللهم اجعله شفيعا لنا عند الوقوف بين يديك، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده، اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين، وأنت أرحم الراحمين.
رفعنا أيدينا إليك وقلوبنا بين يديك، فلا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين. إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، 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 اللهم وارزق اللهم وارزقنا برهم أحياء وأموات يا رب العالمين، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيِّد بالحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، وأنت خير مسؤول وبالإجابة جدير، أن ترفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين الوباء والبلاء. اللهم ارفعه عن المسلمين أجمعين، اللهم ارفعه عن المسلمين أجمعين. أنزلته بقدرتك فارفعه عنا برحمتك، اللهم ارفعه برحمتك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى أحب البلاد إليك، اللهم ردنا إلى أحب البلاد إليك، غير خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود عونا ونصيرا، ومؤيدا وظهيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالكفرة المعتدين، اللهم عليك بالكفرة المعتدين الذين يصدون عن سبيلك، ويقتلون أولياءك، ويكذبون برسولك وبوعدك ووعيدك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأنزل عليهم سخطك، اللهم أنزل عليهم سخطك، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ما قسمته من خير، أن ترزقنا منه الحظ الوافر يا رب العالمين، وما قسمته من شر أن تصرفه عنا، وأنت أرحم الراحمين. إنا عبيدك، إنا عبيدك، إنا عبيدك يا رب العالمين. لا تحرمنا فضلك، لا تحرمنا فضلك، لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.